هذا معبر رفح، أكبر بكثير من معبر حدودي، وأعمق بكثير من كل حكاية التاريخ، وربما قد يصبح قريباً بوابة تغريبة فلسطينية جديدة نحو صحراء سيناء. فهذا المعبر عنوان صغير لمأساة ضاربة الجذور في القدم. قصته لم تبدأ اليوم بتكرار اسمه على الأسماع في كل لحظة مع تكدس الإعانات والمساعدات على جانبه المصري وقصفه المتكرر من الإسرائيليين لضمان عدم دخول أي أمل بالحياة واختناق كل غزة وموت أهلها جوعاً ومرضاً وبرداً إن لم تعاجلهم قبلاً إحدى قذائف والصواريخ الإسرائيليين في القطاع الذي تسومه تل أبيب كل أنواع القصف الهستيري. فهناك لكل منا أهل وأصدقاء وزملاء، ومن بينهم كوادر عمل وكالة ستيب نيوز الذين نتمنى لهم السلامة كما لكل عائلاتهم وجميع أبناء قطاع غزة المحاصر. ولمن لا يعرف قصة معبر رفح سنحكي له اليوم عن نقطة على الحدود تختصر مأساة الفلسطينيين وصراعهم مع الإسرائيليين، عن شباك أمل وشريان وحيد لغزة ونافذتها الوحيدة على العالم، رغم أنه شريان مغلق وفيه من الجلطات ما يقتل أي شعب، وحتى إن فتح قريباً فإنما ليختار من هم أولى بالحياة ممن يحملون غير الجنسية الفلسطينية ليعبروا من رفح الفلسطينية إلى رفح المصرية مقابل مرور بعض المساعدات، بينما يليق الموت بمن تبقى من فلسطينيين محاصرين منذ عقود. فلطالما كان هذا المعبر أي رفح قصة مرضى لا علاج لهم في قطاع غزة، وقصة آلاف الطلاب المقبولين في جامعات خارج فلسطين وينتظرون الالتحاق بجامعاتهم، وقصة عمال لا يستطيعون العبور فانقطعت لقمة عيشهم، وقصة عائلات مشتتة تحلم بلقاء. واليوم يعيد معبر رفح على أعيننا وأسماعنا القصة الأكثر تكراراً، قصة مليوني إنسان فلسطيني ينتظرون منه ومضة حياة. معبر رفح اليوم، من يغلقه؟ قبل أن نتحدث عن واقع المعبر اليوم ومن يتحمل مسؤوليته وعن الأمر الصادم بأن لا سلطة لإسرائيل عليه وبأن من يغلقه هي مصر، لكن قبل أن تستعجل الحكم، ليس لأنها تريد غلقه بل لاعتبارات عدة سنحكيها في وقت لاحق من هذا العمل المرئي، وحينها ستحكم إن كانت مصر محقة أم أنها تخاذلت عن عون غزة وأهلها الذين تبيدهم اليوم إسرائيل وتحاول تهجيرهم عبر معبر رفح ذاته. لكن قبل هذا ربما من الأفضل إلقاء نظرة جغرافية ومن ثم تاريخية على معبر رفح. وفي منطق الجغرافيا والتاريخ، فإن معبر رفح البري هو معبر حدودي يقع في المنطقة الجنوبية بين مدينة رفح وشوكة الصوفي، ويعتبر منفذا دوليا يصل قطاع غزة بمصر ويمتد بين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر. اتخذ هذا المعبر شكله الرسمي إثر التوصل إلى اتفاق سلام مصري إسرائيلي في عام 1979 وانسحاب إسرائيل من سيناء في عام 1982، إلا أن حكايته بالطبع بدأت قبل هذا، وتحديداً عقب نهاية النكبة أو الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948، حيث تم تأسيسه كمعبر بدائي لتسيير الأشخاص والبضائع بين قطاع غزة ومصر. وبعد احتلال إسرائيل لغزة في حرب النكسة عام 1967، أغلق معبر رفح وقطع الاتصال بين قطاع غزة ومصر، لتبدأ معاناة الفلسطينيين من حصار إسرائيلي صارم. وكما أسلفنا أخذ شكلاً قريباً من شكله الحالي بعد انسحاب إسرائيل من سيناء في عام 1982، وكونه كان تحت سيطرة الإسرائيليين كان يظل مغلقاً معظم الأوقات.
حتى حلول عام 1993 ليعاد فتحه للأشخاص والبضائع بموجب اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وفي عام 2005 أجرت إسرائيل انسحاباً أحادياً من قطاع غزة وأغلقت مستوطناتها في القطاع لتنتهي سيطرة هيئة المطارات الإسرائيلية عليه في 11 من سبتمبر من عام 2005، ليشرف آنذاك مراقبون أوروبيون على مراقبة حركة المعبر، ما أدى لإعادة فتح معبر رفح الذي بات تحت سيطرة الفلسطينيين ومصر، إذ أنه بموجب اتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حينها يسمح لكل فلسطيني يحمل هوية فلسطينية بالعبور عبر معبر رفح، ويستخدم المعبر لتصدير البضائع الفلسطينية وبشكل خاص المنتجات الزراعية، على الرغم من معارضة إسرائيل لذلك. وفي عام 2007 عاد المعبر لسيرته الأولى كبوابة لخنق فلسطينيي قطاع غزة، وذلك مع سيطرة حركة حماس على السلطة في قطاع غزة بعد صراع دام مع حركة فتح. وخلال الأعوام اللاحقة شهد معبر رفح توترات متلاحقة جعلته مغلقاً معظم الأوقات، فكلما اندلع خلاف أو صراع بين الأطراف الثلاثة، أي الفلسطينيين والإسرائيليين ومعهم المصريين، أول من يشكل أهم ملامح الصراع معبر رفح الذي يخنق من خلاله الفلسطينيون. كما أن مرد أسباب إغلاقه لفترات عدة الهجمات الإرهابية التي عانت منها مصر في سيناء، حيث شكل معبر رفح طريق ذهاب وإياب لمنفذي الهجمات في مصر. ومن هنا يمكن فهم دور معبر رفح ليس فقط كمعبر حدودي، بل كنقطة جغرافية معقدة ومثقلة بالأحداث والتطورات العسكرية والسياسية والاجتماعية. وأمام هذه الأهمية الجيوسياسية، فقد كثيراً من مهامه الحقيقية كمعبر لتوصيل الأفراد ونقل البضائع والتجارة والاطلاع بأدواره الإنسانية بظل الحصار والحروب المتتابعة من إسرائيل على قطاع غزة، حتى أن الحال في هذا المعبر قبل بدء الحرب كان أبعد من أن يكون جيداً للفلسطينيين الذين يمنعون من مغادرة غزة بسهولة، حيث على الفلسطينيين الراغبين باستخدام معبر رفح عادةً أن يقوموا بالتسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل سفرهم بأسبوعين إلى 4 أسابيع، وقد يتم رفض طلبهم إما من قبل السلطات الفلسطينية أو المصرية بدون إشعار أو تفسير. واليوم بعد طوفان الأقصى والقصف الإسرائيلي الهستيري على قطاع غزة، يغلق معبر رفح أبوابه ليس فقط جراء القصف الإسرائيلي للمعبر، بل هناك حسابات أخرى أكبر وأكثر تعقيداً. فشاحنات المساعدات المكدسة بينما يتضور الفلسطينيون جوعاً ويموتون قصفاً أمر ليس بكاف لفتح المعبر البري، فعلى بعد مئات الأمتار منه يتجمهر فلسطينيون على أمل النجاة بحياتهم والهروب إلى مصر قبيل هجوم بري إسرائيلي متوقع على غزة. لكن في حقيقة الأمر فإن هذا المعبر إن فتح لن يكون إلا لمغادرة الأشخاص مزدوجي الجنسية ولدخول المساعدات الإنسانية، ما يعني أن لا أمل للغزاويين بالنجاة، في ظل حقيقة أن باستثناء معبر رفح هناك معبران آخران فقط لدخول قطاع غزة والخروج منه، هما معبر إيريز وهو معبر مع إسرائيل في شمال غزة، إضافة إلى معبر كرم أبو سالم وهو معبر تجاري فقط بين إسرائيل وغزة، وإسرائيل بالطبع تغلق كليهما، بينما تغلق مصر معبر رفح ليس بالطبع لأنها تريد إغلاقه، بل جراء غارات إسرائيلية متكررة خلفت إصابات على الجانبين المصري والفلسطيني من الحدود. ما حدا بمصر الإعلان أنها لن تفتح المعبر ما لم تتلقى ضمانات حول سلامة موظفيها، بينما إسرائيل أرسلت تحذيراً إلى مصر بشأن تقديم المساعدة إلى غزة، إذ تفيد الرسالة بأنه حال جلب إمدادات إلى غزة ستقصف إسرائيل الشاحنات، وبالتالي لا يمكن لمصر إلا ضمان سلامة قافلات الإغاثة المتكدسة على الحدود، والتي سمح لبعض الشاحنات منها أن تدخل مؤخراً
بعد صفقة إطلاق حماس سرح رهينتين تحملان الجنسية الأمريكية، كما أن من أسباب إغلاق المعبر إلى حد الآن مخاوف مصرية كبيرة إثر دعوة إسرائيل أهالي غزة للهروب نحو مصر بهدف تهجيرهم إلى سيناء، ما ترى فيه مصر تغريبة جديدة للفلسطينيين وتصفية لكل القضية الفلسطينية. وبالتالي فإن القاهرة قلقة من تدفق هائل للاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب، ومحاولة إسرائيل تطبيق مخطط قديم لجعل سيناء وطناً بديلاً للفلسطينيين. وبالطبع لا يخفى على أحد مخاوف مصر القديمة المتجددة من معبر رفح واحتمال دخول مسلحين إسلاميين منه إلى البلاد، حيث أنها واجهت تمرداً من جماعات إسلامية متشددة في سيناء على امتداد أكثر من عقد من الزمان. وبغض النظر إن نظر البعض إلى الأمر كواقع حال لا تملك مصر أمامه شيئاً أو رآه آخرون تقاعساً عن نصرة الفلسطينيين، لكن تبقى حقيقة أن معبر رفح يختصر بتاريخه كثيراً من مآسي الفلسطينيين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني بجذوره الأعمق.